أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن موافقتها على مقترح غرفة تجارة وصناعة البحرين بتأجيل تنفيذ القرار الوزاري الخاص برسوم الأنشطة التجارية لمدة 6 أشهر إضافية تنتهي في 31 مارس 2018، وذلك حتى يتسنى للغرفة دراسة أوضاع صغار التجار لتمكينهم من تخفيض تكاليف التجديد السنوي عن طريق زيادة وعيهم بأهمية دمج الأنشطة التجارية وبيان الاستفادة المترتبة على ذلك. وقد عبرت كل من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين عن تقديرهما البالغ للتوجيهات السديدة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وحرص سموهما الدائم على دعم القطاع التجاري والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يفضي بالدفع بعجلة التنمية الاقتصادية المستدامة والحفاظ على هذا القطاع. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف عبد الحكيم الشمري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين. مرحبا بك معنا في النشرة الاقتصادية. وبداية أستاذ عبد الحكيم، ما هو تعليقكم على الصيغة التوافقية الإيجابية التي توصلت إليها الغرفة مع وزارة الصناعة بشأن الرسوم التجارية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة يعني نرفع كغرفة تجارة صناعة البحرين ممثلا عن القطاع الخاص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد الأمين لتفاهمهم للتحديات التي تواجه القطاع الخاص على مستوى دول مجلس التعاون. ولا شك بأن قرارات الحكومة الرشيدة هي تتماشى مع رؤية البحرين 2030، إلا أن بعض المنعطفات الاقتصادية تستدعي إعادة النظر في بعض القرارات وتأجيلها حرصا على مصلحة القطاعات المختلفة في المجتمع البحريني. ولا شك بأن غرفة تجارة صناعة البحرين في اجتماعه الذي عقد الأسبوع الماضي مع سعادة وزير التجارة بتوجيه من رئيس الوزراء كان اجتماعا مثمرا تمخض عنه قرار التأجيل لدراسة آثار هذا القرار على خاصة صغار التجار، بحيث يتم تقليص الآثار السلبية وندعم نمو هذا القطاع المهم لكي يلعب دورا في زيادة الدخل القومي لمملكة البحرين. نعم، ما هي الخطوة القادمة بالنسبة للغرفة في التعامل مع المهلة الممنوحة لعموم التجار؟ تم الاتفاق على آلية مع وزارة التجارة لعقد سلسلة من الندوات مع جميع القطاعات التجارية في مملكة البحرين على مستوى الصناعي والخدمي وتجارة التجزئة وتجارة الأغذية، من أجل امتزاج الآراء لجميع الأطراف ولتقليص الآثار السلبية المترتبة على ذلك. ما يهمنا حقيقة هو أن مملكة البحرين في النصف الأول من عام 2017 قد حققت نمو في الاقتصاد بواقع 4.3%، وهذا النمو حقيقة يعزو إلى سياسة الدولة في منح القطاع الخاص مزيد من الحرية والتشجيع لجذب رؤوس الأموال للاستثمار في مملكة البحرين. ونحن حريصين في غرفة تجارة صناعة البحرين أن نحقق مع نهاية عام 2017 نسبة 5% نمو للاقتصاد الوطني، مما يترتب عليه زيادة فرص العمل للمواطنين وزيادة جذب الاستثمارات الخارجية. نعم. ونحن نتأمل إن شاء الله في تفاهم الجهات المعنية لمتطلبات القطاع الخاص في هذا الخصوص وتقليص الضغط عليه، كما أننا نناشد الحكومة تشجيع المؤسسات المصرفية لزيادة اهتمامها بمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومنح مزيد من التسهيلات لكي تستطيع أن تنمي اقتصادها بشكل أسرع لكي تعتمد على نفسها. المهم أيضا أن القطاع الخاص يجب أن يعي التحديات التي تواجهها الدولة والدول المحيطة نظرا لانخفاض
الدخل الرئيسي لدول مجلس التعاون، والذي يعتمد بنسبة 90% على النفط، الذي انخفض بشكل نعم كبير نظرا لعملية العرض والطلب. مما حدث بمجلس التعاون الخليجي إلى النظر في زيادة أو إعادة دراسة الرسوم التي تفرض على خدمات الحكومة للقطاعات بالتأكيد. المختلفة. نعم نعم عبد الحكيم الشمري، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، شكرا جزيلا لك. والآن نترككم مشاهدينا مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع أداء البورصات الخليجية لهذا اليوم، وكما هو موضح على الشاشة فقد أغلقت معظم البورصات على ارتفاعات متفاوتة. ونبدأ بالسوق المالية السعودية والتي أغلقت عند مستوى 7258 نقطة بارتفاع بلغت نسبة 0.4%. وبالنسبة لبورصة الكويت فقد أغلقت عند مستوى 6892 نقطة بانخفاض طفيف بلغت نسبة 0.11%. وبالنسبة لسوق أبو ظبي للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 4468 نقطة بارتفاع بلغت نسبة 0.11%. أما سوق دبي المالي فقد أغلق عند مستوى 3637 نقطة بارتفاع بلغت نسبة 0.74%، وكان الربح الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم. وبالنسبة لبورصة البحرين فقد أغلقت عند مستوى 1302 نقطة بارتفاع بلغت نسبة 0.28%. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1,712,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 453,000 دينار، تم تنفيذها من خلال 69 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الاستثمار، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 41% من القيمة الإجمالية للأسهم.